افتتاح المركز هي يعني كانت فكرة قديمة حديثة، إنه مرضى الإدمان أو من تورطوا في إدمان المؤثرات العقلية لابد من علاجهم، والعلاج هنا بيحتاج بالضرورة إلى وجود مركز متخصص لعلاج مثل هاي الحالات. فكانت البداية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية إنها قررت إنه نعمل بشكل عاجل وسريع مركز صغير كنواة لمشروع كبير لعلاج مثل هذه الحالات. المشروع الكبير جاري العمل عليه، احنا مركزنا بداية صغيرة بسعة حوالي 20 سرير. بداية بتم عزل هؤلاء المدمنين داخل إطار هذا المركز لمحاولة إبعادهم عن الوسط المحيط اللي هو دائما فيه المؤثرات العقلية والمخدرات. بتم تقديم رعاية طبية نفسية شاملة لهم من قبل أخصائيين طب نفسي، تمريض نفسي من قبل أخصائيين نفسيين واجتماعيين. طبعا بتم بداية عزلهم لمدة تقريبا شهر لسحب المؤثرات العقلية من داخل الجسم وتنقية الجسم من هذه المؤثرات العقلية. نحن في إدارة مكافحة المخدرات يعني عملنا يتمركز على 3 محاور. المحور الأول هو محور المنع والمحاربة ودك أوكار تجار المخدرات وملاحقتهم جزائيا عبر تقديمهم لمحاكمة عادلة. المحور الثاني يقوم على محور التوعية والعلاج واللقاءات الجماهيرية وتوعية المجتمع المدني عن مخاطر تناول المخدرات. بعض الحالات تردنا تريد التوبة العلاج، فقمنا بعمل مصحات علاجية ضمن مراكزنا الخاصة يشرف عليها أطباء وأطباء نفسيين وأطباء مختصين في مجال اللي هو علاج من مدمنين المخدرات.